السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. وصفة اليوم بسكوي رولي بذوق فراولة. الوصفة 150 غرام سكر، 150 غرام فرينة، نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات، 2 ملاعق ماء كبار ساخن، فراولة مقطعة إلى قطع صغيرة، زيت ملون وردي، 5 بيضات مع فصل البياض على الصفار. نجيب صفار البيض ونحط فيه شوية من السكر، بعدها نزيد الماء السخون، والآن نحط الخميرة والفرينة ونخلطهم مليح. بعدها نجيب بياض البيض ونخلطه مع السكر المتبقي كامل ونخليه يتخلط حتى يصبح على شكل كريمة. بعدها نخلط الخليط بهذه الطريقة. بعدها نضيف الفراولة واللون الوردي. طريقة الخفق تكون بهذه الطريقة لكي ما يهبطش البياض البيض. وخلوها تطيب على درجة 180. بعد ما طابت كاكو هي سخونة، نجيبو البسكوي ونجيبو ورق الزبدة ونجيبو سيرفيات باه نحطوه فيها ونحيو ورق الزبدة اللي طاب فيه. ندور البسكوي وهو سخون باه يحكم الشكل تاعو. ونجيب عيدان الحلويات ونحطوه بهذه الطريقة باه يبقى على استقامة واحدة، ونغطوه باه يبقى دافي. خلوها ترتاح ونوجدو الكريمة. الوصفة 250 غرام كريمة مخفوقة، 100 غرام سكر رطب، وفراولة مقطعة، ونخلطوها في الخلاط حتى تصبح على شكل كريمة. بعدها نجيبو البسكوي تاعنا ونفتحوه بهذه الطريقة. بعد ما درنا الطريقة هذه وخليناه يرتاح، شوفوا البسكوي بلا ما يتفتت يبقى كيما راه. الآن نبداو نحددو الكمية اللي نحتاجوها ونقومو بالتقسيم. بعد ما قسمناها نحط عليها الكريمة. أنا قسمت الكريمة، واحدة درتها عادية والثانية درتها بذوق الفراولة، وكل واحد يختار الذوق اللي يحبه. بعدها ندوره. وهنا نبدأ نقسموهم على شكل دائرة. وهذه النتيجة النهائية، وهذه طريقة التزيين.
مشاهدة ممتعة. سلاماتي لكم.